في عالم الكرة لكل بداية جميلة نهاية محتومة، قد تكون سعيدة في بعض الأحيان وقد تلامس التعاسة في أحيان أخرى، خاصة عندما يكون الوداع بلغة الإجبار. قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الخاصة بتربص شهر جوان رسمت معالم مستقبل المنتخب الوطني، وأظهرت بوضوح أنه سيكون خاليا من بعض الكوادر والأسماء التي صنعت أفراح الخضر في سنوات مضت. التربص الثاني في عهد المدرب السويسري سيشهد غياب رياض محرز، إسلام سليماني، يوسف بالليلي وسفيان فيغولي، في دلالة واضحة أن الجيل الذهبي للمحاربين لامس خط النهاية مع المنتخب. الرجل الأول في العارضة الفنية للمنتخب الوطني يبدو وكأنه يكرر ما قام به حليل أوزيج قبل سنوات من الآن، عندما قرر بناء منتخب بأسماء شابة لينجح في تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال البرازيل. تختلف المعطيات والقاعدة ثابتة، قدم محرز وسليماني والآخرون الكثير من السعادة للشعب الجزائري، والثابت أيضا أن المنتخب الوطني لا يقف على الأشخاص مهما كان وزنهم. فهل دق بيتكوفيتش المسمار الأخير في نعش كوادر الخضر كرويا؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.